الأعزاء، ينطلق على بركة الله شوط جديد، وشوطنا العاشر الذي ينطلق في مساء هذا اليوم، وجائزته سيارة أيضا لاند كروزر، والجوائز كلها سيارات في هذا المساء وفي هذا اليوم، يوم اللقايا في هذا التحدي. ناخذ المركز الأول ومقدمة الشوط، المركز الأول وهذا مقدمة الشوط هو من ينطلق في هذه اللحظات. مقدمة الشوط المنطلق في هذه اللحظات رصاد. مشاهدينا الكرام، في مقدمة الشوط ومتعب بن حمد العامري المنطلق في المركز الأول والمركز الثاني. المركز الثاني في هذه اللحظات المنطلق مسموح، تعود ملكيته لمحمد بن علي بن حمد بن عبد الهادي العذبة المنطلق على المركز الثاني. وفي المركز الثالث، يا سلام، شوف المركز الثالث، حداد على المركز الثالث لحمدان بن محمد بن خليفة بن ضاحي العميمي على المركز الثالث. وناخذ المركز الرابع يا اخواننا يا مشاهدين، هنا على الكادر الاسفل ممدوح لمتعب بن حمد بن متعب ال منخس المري على المركز الرابع. والمركز الخامس اللي في هذه اللحظات ملفت لعلي بن جابر بن راشد الهدي المري. هذه النتيجة يا مشاهدين الأعزاء من هنا من أرضية ميدان التحدي، من ميدان الشحانية، في رحلة الخمسة كيلومترات ومقدمة الشوط. وهذا هداد اللي ينهد وينطلق في أول القائمة وأول الأسماء، حمدان بن محمد بن خليفة بن ضاحي العميمي في مقدمة الشوط. المركز الثاني مليح المركز أو مليح المركز الثاني لمتعب بن حمد بن متعب العامري من العين، هناك منطلق ومندفع في هذه اللحظات. المركز الثالث المنطلق في هذه اللحظات، ومندفع اللي هو المركز الثالث موفق للسيد ناصر بن محمد بن سلطان بن قران المنصوري. مشاهدينا الكرام، بينما المركز الرابع، يا سلام، ناخذ المركز الرابع وناخذ الشقب على المركز الرابع لناصر بن حمد الغفراني المري. مشاهدينا الكرام، وفي المركز الخامس المنطلق اللي هو الجميل لخليفة بن محمد بن زاهرة الخيلي. أيها الحفل الكريم، وصلنا المنعطف الأخير وانقضت تقريبا 3 كيلومترات، وهذا المنطلق وهذا المندفع وهذا العاني من دولة الإمارات هداد اللي ينهد على مقدمة الشوط. ملكيته تعود لحمدان بن محمد بن خليفة بن ضاحي العميمي، السلام، موفق على المركز الثاني لناصر بن محمد بن سلطان بن قران المنصوري على المركز الثاني ايضا قادم. وفي المركز الرابع المنطلق جميل لخليفة بن محمد بن زاهرة، او هو في المركز الثالث الخيالي. وفي المركز الرابع، يا سلام، اشوف سراب قادم وشعار سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي المنطلق على المركز الرابع، وتغيرت الاسماء وبدأت تنطلق شعارات اقطاب المنافسة، رموز المنافسة في سباقات الهجرة العربية الاصيلة. وفي المركز الرابع أو في المركز الخامس أيضا أحد الأسماء الكبيرة وشعار سالم بن راشد بن غدير الاكتبي. مشاهدينا الكرام، في هذه اللحظات المنطلق، مشاهدينا الكرام، سالم بن راشد بن غدير الاكتبي يعود إلى مقدمة الشوط. الناموس اقترب يا أخواننا، السيارة اقتربت 1500 متر نهائية، المنعطف الأخير، صالة المغادرون مثل ما يقولون، وننطلق وإياكم ونندفع وإياكم مع مقدمة الشوط ومع هداد ينطلق ونصل 1200 وهداد نتمنى أن يواصل
ينظر المسيرة ويبقى كما هو بالفعل. ولكن من الصعب يا أخواننا. المركز الثاني موفق هنا، ونتمنى التوفيق نتمنى التوفيق لكل المشاركين. وفي رصيد سيارتين في رصيد موفق، إنجازات كبيرة تؤهله ليحظى بسيارة ثالثة ويطمح لسيارة ثالثة. موفق تعود ملكيته للسيد ناصر بن محمد بن سلطان بن قران المنصوري. البطير قادم ماركة العمال قادمة، طالب بن حمد بن علي البطير المري على المركز الثالث. الله 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 الله. المركز الرابع المنطلق والمقتحم إلى المركز الرابع، ملبي لمنصور بن صالح بن علي بن صالح الحميري. وفي المركز الخامس وآخر نداء المنطلق معدي لسعيد بن راشد بن قدي الأكتمي. أعود إلى مقدمة الشوط وإلى موفق وإلى هداد. السيارة لمن؟ موفق وهداد. هل ينهد هداد أم يوفق بسيارة ثالثة في مساء هذا اليوم، في مساء تاريخي، ليسجل في هذا اليوم ويتذكره المنصوري، وذكره المنصوري في حدث في مثل هذا اليوم، في سيارة ثالثة في هذا المساء ونقطة ثانية في هذا المساء. موفق يتوفق بنقطة ثانية لعزمة المنصوري. سلطان بن ناصر بن قران المنصوري والسيارة الثالثة في رصيد. سلام وثباوي سلام، إلى الوثبة ورصيده. يحجز السيارة الثالثة ويضيف سيارة ثالثة في رصيد موفق. هذه لحظات الفوز والانتصار. المركز الثاني وصل ملبي لسعيد بن راشد بن غدير. المركز الثالث الجارف لي ايضا سالم بن راشد بن غدير. المركز الرابع حداد او العمال لسالم بن حمد البطير. وفي المركز الخامس حداد للسيد ناصر بن محمد او حمدان بن محمد وخليفة بن ضاحي العميمي. ايها الحفل الكريم، ناخذ التوقيت الزمني لحظة الوصول ولحظة الفوز. 7 دقائق 34 ثانية. 87 جزء من الثانية. المركز الثاني اللي وصل في المركز الثاني كان ملبي لسعيد بن راشد بن غدير، وتوقيته 7 دقائق 39 ثانية. 48 جزء من الثانية. المركز الثالث الجارف لسالم بن راشد بن غدير، توقيت 7 دقائق 39 ثانية 68 جزءا من الثانية.